خلونا قبل ما نبتدي الفيديو نعمل لايك لتعم الفائدة وليوصل لأكبر عدد ممكن، وشكرا للمتابعين. اللحام هي عملية يتم فيها وصل مادتين عادة معدنيين ببعض بشكل عام، يعطي صلادة دائمة، حيث أن استخدام تعليمة ويلدمنت اللحام تعتبر من التعليمات الهامة والتي توفر وقت وجهد على مصممي السوليد ووركس، وسيبين هذا المثال أهميتها. النقاط الأساسية التي سنستعملها في هذا الفيديو: الرسم ثلاثي البعد 3D Sketch، استخدام مقاطع جاهزة ولحمها مع بعضها، وسيتم استخدام طرق وصل مختلفة لزيادة التمرين والتوضيح. سيتم تصميم طاولة باستخدام بروفايلات جاهزة. من سكيتش نختار 3D Sketch، وذلك للرسم الثلاثي البعد. نرسم ثلاث خطوط مستقيمة على المستوي XY. نحدد الخطوط السابقة ونجعلها متساوية باختيار Equal. نحدد بعدها 1000 مليمتر. نرسم خط موازي للمستوي YZ، ومن نهايته خط موازي للمحور XY، ثم نصل نهايتي الخطوط المبينة. نرسم الخطوط المستقيمة المشكلة لأرجل الطاولة. نحدد الخطوط السابقة ونجعلها متساوية باختيار Equal. نرسم خط مستقيم الذي يشكل دعامة الوجه العلوي. ثم نرسم الأعصاب كما هو مبين، دعامة الوجه العلوي.
أرض نختار إنسي إنش، ثم نحدد نوع المقطع وهو سكوير تيوب، ومن سايز نختار 2 و2 و0.25، ثم نحدد الأرجل الأربعة للطاولة.
نلاحظ ظهور الإشارة التي توصف مكان ومواصفات الدرزة. من View نختار Height Show ثم Weld Bed. فتظهر لنا وصلة اللحام. نكرر العملية السابقة على أحد الأعصاب. نعرف نوع المادة وهو فولاذ إنشائي، وبالتالي نكون قد انتهينا من تصميم طاولة بأقل الخطوات باستخدام تعليمة اللحام. نتمنى أن يكون الفيديو قد حقق الفائدة المطلوبة. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وشكراً.